ستون عاماً على انطلاق البث التلفزيوني في مصر الذي كان الشرارة الأولى لبدء نهضة تنويرية كبيرة في المنطقة العربية، حيث يحتفل مسبير اليوم بهذه المناسبة عبر الهيئة الوطنية للإعلام مع ذكرى أول بث تلفزيوني مساء اليوم 21 من يوليو الموافق عام 1960، والذي بدأ الإرسال وقتئذ باحتفالات ثورة يوليو. تعود بدايات فكرة إنشاء تلفزيون مصري إلى العام 1947، ولكن أحبط هذا المشروع وتأجل تنفيذه حتى عام 1951، وأجرت الشركة الفرنسية لصناعة الراديو والتلفزيون في ذلك الوقت أول تجربة للإرسال في مصر، وذلك لتصوير المهرجانات التي أقيمت بمناسبة الزواج الثاني للملك فاروق عن طريق محطة إرسال أقيمت بمبنى سنترال باب اللوق. وكان لهذه الشركة هدف آخر، أن تعرض على الحكومة المصرية أنذاك تشييد محطة تلفزيونية بالقاهرة. مسبيرو هو اسم المبنى الضخم على ضفة نيل القاهرة، وهو مقر التلفزيون المصري، أقدم التلفزيونات الحكومية في الشرق الأوسط وأفريقيا بعد تلفزيون العراق. أطلق عليه هذا الاسم تيمناً بعالم الأثار الفرنسي جاستون مسبيرو، والذي شغل منصب رئيس هيئة الأثار المصرية. شيد المبنى في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بقرار منه ببدء البناء في أغسطس عام 1959، على أن يتم الانتهاء منه في 21 يوليو عام 1960، وذلك ليواكب الاحتفال بالعيد الثامن لثورة يوليو. وتم تخصيص ميزانية البناء حوالي 108,000 من الجنيهات على مساحة حوالي 12,000 متر مربع، وتم بث الإرسال منه بالفعل في الميعاد المحدد.